دكتورة، اليوم مثل ما نعرف أو سمعنا أيضا بالتقرير أنه النصيحة هي شيء جدا مهم في هذه الحياة، ولكن يقال دائما أنه أنت لا تنطي النصيحة إذا ما طلبت منك، هل هذا الشيء صحيح؟ هلأ النصيحة هي عبارة عن وعد وإرشاد أو إبداء رأي في مشكلة أو ضغوطات أو يعني أمور سلبية بمر فيها بعض الأشخاص، سواء في حياتهم العملية أو حياتهم الشخصية. في مراحل بيكون الشخص يعني غير قادر على التصرف أو على أخذ اتخاذ القرارات، فبيصير صعب عليه أنه يتصرف أو يأخذ الخطوة القادمة أو يقرر قرار محدد أو يختار حتى بين خيارات، فبضطر أحياناً أنه يلجأ لبعض الأشخاص سواء كانوا مقربين، أصدقاء أو خبراء في مجال العمل أو حتى أخصائيين نفسيين أو اجتماعيين، لأنه في مرحلة من المراحل بقف الإنسان أمام يعني مشكلاته الشخصية عاجز عن حتى الخطوة لخطوة واحدة، فبلجأ لطلب النصيحة من بعض يعني الناس اللي مختصين أو المقربين أو من ناس محددين. أما تقديم النصيحة بدون طلب ممكن هاي تكون على مستوى الأسرة أو العائلة، يعني أكيد الأب بنصح ابنه بدون طلب، الأم بتنصح بنتها أو ابنها بدون طلب، بين الأصدقاء ممكن يصير النصح، لكن بين الغرباء وفي الحياة العملية يفضل لا، إنه تكون النصيحة بناء على طلب المساعدة أو طلب المشورة أو أخذ الرأي. حلو، يعني احنا نشوف يمكن الأشخاص لما يتجهون للأخصائيين النفسيين، اللايف كوتش، الأطباء النفسيين، هذول هم فعلا رايحين وطالبين النصيحة. صحيح. لذلك لما يتحدثون ويا هذا الشخص المختص ما راح يحسون انه هو لا ده يتفضل عليهم او انه هو ده ينصحهم بطريقه راح تضر بهم، بالعكس يكونون هم كلهم ثقه وامان تام انه هم رايحين المكان الصحيح. ولكن دكتوره، حياتنا دائما ما تخلى من الاشخاص اللي نواياهم ما تكون دائما ايجابيه تجاهنا، ومرات البعض ينصحنا حتى يوقعنا مو حتى يرفعنا. اليوم احنا كاشخاص شلون نميز النصيحه هذه اذا كانت بصالحنا او بغير صالحنا؟ النصيحه متعلقه بسير حياتنا او طريقه حياتنا، واحنا في يعني بطبعنا في مجتمعاتنا العربيه كثير بنحكي عن تفاصيل حياتنا وعن حياتنا الشخصيه والعمليه وعن خططنا وعن امنياتنا وعن الاشياء اللي حدثت معنا، نبوح بكل ما نملك. نعم، حتى يعني الأكثرها خصوصية، يعني بتلاقي الزوجة كتير بتحكي أسرار بيتها لأختها ولوالدتها ولصديقاتها إلى آخره، فهي نوع من فوضى العلاقات. العلاقة الأساسية أو القاعدة الأساسية إنه كل شخص يكون له حياته الخاصة ويكون هو قادر على إدارتها بالشكل الصحيح، يعني يخطط للمستقبل، يفكر في الماضي، هو الأقدر على تقييمها بشكل أساسي، لأنه ما حد يعني بيقدر يعيش هاي الظروف إلا الشخص نفسه. وهذا الشيء بيرجع طبعا لحسب الشخصيات، في شخصيات بتكون تابعة غير قادرة على التصرف أو التفكير إلا بمشورة، يا مشورة الوالدة، يا مشورة الأخت، يا مشورة الصديقة، يا مشورة حتى الأصدقاء مثلا أو الزملاء في العمل. وفي شخصيات لا، مستقلة وواثقة بتقدر تتخذ القرارات وبترفض تماما المساعدة أو أي اقتراح بيكون من الخارج، فهي بتختلف يعني حسب الشخصية أكثر. نعم، حسب الشخصية وحسب القناعات. في ناس من باب الخصوصية ما بيحبوا يشاوروا الأشخاص وما بيحبوا أصلا حد يعطيهم النصيحة، وبيروا إنه هاي النصيحة هي عبارة عن تدخل في حياتهم الشخصية أو في أمورهم الشخصية فبرفضوها تماما. وفي أشخاص لا، بتلاقيهم في أول مشكلة أو أول مطب بيعيشوا حالة من الضياع أو التوهان، فبتلاقيهم هم بيطلبوا هاي المساعدة وبيستنجدوا من الآخرين وبيصير في حالة من الفوضى، خصوصا إذا أخذنا النصيحة من أكثر من مصدر. هذه النقطة دكتورة اللي أتوقف عندها، نعم، أن اليوم الشخص يمكن اللي كثير يعتمد على النصيحة بحياته ممكن أي أحد يجي ينصحه هو راح يروح وراء الكلام اللي قال. هي هل هذا ممكن يخلينا عرضة إحنا كأشخاص، يعني مثل ما نقول أداة بيد الآخرين يتلاعبون بها؟ هلا احنا لازم ناخذ النصيحه اذا احتجناها وناخذها من الناس اللي عندهم الخبره الكافيه في هذا الموضوع، سواء في المجال الشخصي او المجال العملي. الشغله الثانيه اللي هي الثقه، انه هؤلاء الشخص عندهم الاهليه والثقه انهم بحبونا، بدهم مصلحتنا، مستحيل يعطونا نصائح سيئه او نصائح سلبيه او نصائح تضر فينا،
الثقة شيء أساسي من الشخص اللي يعني لازم نتلقى منه النصيحة، وإذا عندنا أي شك بهذا الشخص إنه مثلا ممكن يضرنا في هاي النصيحة أو ما عنده الخبرة الكافية، لا ما ناخذ النصيحة يعني أبدا. وما له علاقة مثلا بدرجة القرابة أو درجة الصداقة، يعني ممكن صديقة تكون كتير قريبة بس ما عندها خبرة بالحياة الزوجية أو الحياة العملية أو أي شيء ناخذ منه هاي النصيحة. فالنصيحة إلها أهلها، يعني ناس عن جد بيكون عندهم خبرة، وخبرة إيجابية وحقيقة وناجحة في هذا الموضوع اللي أنا بدي أستشيرهم فيه أو أخذ رأيهم فيه. لذلك يقول لك دائما أنه أنت أسأل مجرب ولا تسأل حكيم. نعم، لأنه هو راح يكون مر باللي أنت مريت به. طبعا إحنا أيضا دكتورة يعني رأيك مهم ورأي أيضا الجمهور مهم، لذلك إحنا أجرينا استطلاع راح نتابع به آراء الناس حول موضوع النصيحة ونرجع لكم مرة أخرى. شخص انا اكرهه هو ما يكرهني، واحد يحكي علي يريد يورطني. فاذا كان صادق في هذه المره ربما اعطيه الفرصه. اول شيء اخذها النصيحه بعين الاعتبار، ادرسها. يعني هو الشخص انا اكرهه هو ما يكرهني، يعني احتمال النصيحه تفيدني فاخذها ادرسها، اذا تفيدني اخذها واذا ما تفيدني ارفضها. بالعكس، إذا نصيحت إنسان الله عز وجل منطي عقل إنسان المقابل، ها تبقى يفكر بها هل هي من صالحة أو من كراهية هاي النصيحة أو توريط بها النصيحة، أن يعني يفكر بها قبل ما يأخذ بالنصيحة. هاي والله عز وجل هاي الإنسان. صايرة وياك شخص تضوج منه قدم لك نصيحة وأخذت بيها؟ لا لا، ما كنا تبتعد عنا اصلا. اي ابتعد عنا شهد يمه. مختصر الوقت يعني الموضوع. اي اي هاي ما اخذ بها، اذا عرفوا انا اضوج منه هو يضوج مني، ها بس افكر بها نصيحته جزء صحيحه، حبا اجوز من الداخل ينصحني بها، جزء ارتكب فت خطا بها. هاي النصيحه واحد يحكي علي يريد يورطني يقول يا بيه أنا أحبك وشي، هاي النصيحة لكم ما بيها شيء. طبعاً مبدئياً نحن لا يعني لابد أن ننهي مسألة الحقد والكره في نفسنا، لأن نحن أولاً مجتمع إسلامي، مجتمع عراقي خصوصاً، يكفينا هاي المشاكل اللي نعيشها يومية. فإذا كان صادق في هذه المرة ربما أعطيه الفرصة، وإذا كانت النصيحة فعلاً أنا أجدها شخصياً وأحللها وارجع الى اوليات هذا الشخص ربما اخذ بها. واحتمال حتى لو انت تكرهها بس يجوز هو ما يكرهك، يعني يجوز فعلا مقدم لك النصيحه من قلب طيب وصادق. هي احنا ناخذها بالنيه، وانما الاعمال بالنيات، فناخذها بالنيه وبعد ذلك نستعملها، واذا فيها خير اكيد الله سبحانه وتعالى ياخذ بها، لان فيها مصلحه عامه وفيها صلح وفيها تواصل ومرحمه. فاكيد ما اذا اذاني مره مستحيل انه يحب ان يأذيني مرة ثانية. نعم، يمكن احنا دكتورة سمعنا آراء مختلفة عن موضوع النصيحة، ولكن السؤال اللي يدور بذهن الكثيرين، يقال انه النصيحة اذا كانت على الملأ فهذه تعتبر فضيحة وليس نصيحة، هل هذه المقولة صحيحة؟ احيانا تكون صحيحه، لانه وقت النصيحه متى نحتاج للنصائح؟ عندما نمر في مشاكل او مآزق. هلا الشخص لما يكون في مشكله او في مأزق بيعيش حاله من التوتر وحاله من الانزعاج النفسي وحاله حتى من الحساسيه، بيكون شديد الحساسيه لاي شيء يقال له او اي شيء يطرح عليه او اي شيء يناقش امامه. فيفضل انه لما بدنا ننصح شخص انه ننصحه بشكل خاص وليس في العلن، من باب يعني عدم الاحراج او حتى لا يراها نوع من التنظير او نوع من التعالي انه هو بتعالى عليه او نوع من التكبر او نوع من المقارنه انه انا او التلويم انه انا مثلا قلت لك ما تحكي كذا او ما تعمل كذا.
يفضل لا تكون بشكل خاص وبوقت مناسب، يعني الشخص الآخر يتقبل هاي النصيحة وبأسلوب أيضا مناسب اللي تكون يعني خفيفة وليست ثقيلة عشان الشخص يعني يقتنع فيها ويقدر يأخذها. أكيد. نعم صحيح. طيب دكتورة، يمكن أنت أشرتي لنقطة جدا جدا مهمة وعن يبدأ توقف عندها شوية، أنه مرات الشخص لما ينصح نحسه هو دا ينتقد ما دا ينصح، فإحنا اليوم شلون نفرق ما بين الاثنين وشلون نتصرف ويا الشخص اللي دا يريد يعني هو يدخل لنا من مدخل نصيحة ولكن هو قصد الانتقاد وأنه يجرح في الشخص الأمامه. النصيحة مهمة والأسلوب مهم جدا، يمكن يكون بمثابة أهمية النصيحة نفسها، فقد تكون النصيحة مهمة لكن تفقد قيمتها ولا يأخذ فيها الشخص المنصوح الخاطئ. نعم، بسبب الأسلوب الخاطئ أو التوقيت الخاطئ أو حتى من شخص خاطئ. فدائما لما بدنا نقدم يعني نصيحة لأي شخص نختار وقت مناسب وطريقة مناسبة بحيث لا يرى إنه فيها بيكون يعني بعيش حالة يعني مزعجة نفسيا أو بمر في مشكلة، فإحنا ما بدنا نزيد يعني همومه أو نزيد مشاكله أو نزيد الثقل عليه، فما نقعد نلون فيه أو نقعد نأخذ دور المنظر ودور المعلم ودور الذي يعطي الحكم ويعطي التعليمات والتوجيهات ودور يعني أستاذ المدرسة كما يقال. لا، ممكن تكون في سياق الحديث عن طريق قصة عن طريق يعني أسلوب فيه شيء من الدماثة واللطف بحيث لا يكون ثقيل يعني بثقل المشكلة التي يمر فيها الشخص. نعم حلو. طيب دكتورة، اليوم من الشخص اللي ما ننصحه ما نقدم له نصيحة؟ الأشخاص اللي ما بيحبوا النصائح يعني واللي نصحناهم أكثر من مرة وما كانوا يأخذوا بنصائحنا، والأشخاص اللي إحنا ما إلنا علاقة في مشكلاتهم أو ليس لنا علاقة نعم في الأزمات اللي بمروا فيها. مو دائما إحنا يعني ندخل في حياة الآخرين وندخل في تفاصيل حياتهم ودائما نعرض يعني خدماتنا عليهم أو نعرض أساليبنا عليهم، وفي بعض الأوقات يعني مثلا بنمر في حالات نفسية أو حالات إنسانية ما بنفع بوقتها النصيحة، يعني مثلا فقد عزيز بتقولي له معلش يلا خلص هاي حالة لازم نعيشها، لازم تأخذ ومساحتها من الحزن من الانفعال إلى آخره. فبهيك ظرف يعني أكيد ما نقدم النصائح، نترك الإنسان يعني لوحده ويعيش كل فترة أو كل حالة إنسانية بمر فيها. وأيضا لما تكون في قضايا حساسة يعني حساسة جدا وممكن النصيحة فيها تكون يعني على خط من الحذر من إنها تؤذي أو تدمر بقدر ما تفيد، مثلا العلاقات اللي لها على الأشياء أو النصائح اللي لها علاقة بالانفصال والطلاق والأشياء اللي لها علاقة بالأشياء الأسرية. هلأ إذا إحنا نصحنا ممكن هاي النصيحة فعلا تكون تخرب بيت كامل. نعم، تخرب بيت أو تكون مدمرة، فيفضل لا ما نعطي نصائح ونترك الأشخاص يعني يا يستعينوا بأخصائيين يا إنه يستعينوا بأشخاص مقربين أو حتى يأخذوا هم وقتهم إنه يفكروا في هذا الموضوع يتخذوا قراراتهم الخاصة. وأحيانا بيكون الأشخاص اللي بمروا في مراحل بحاجة لمساحة إنهم يراجعوا نفسهم، يراجعوا أخطائهم، يراجعوا الأحداث اللي صارت والمعطيات اللي معهم حتى يتخذوا القرار الصحيح، وليس من أول يعني مطب إحنا ننهال عليهم بالنصائح ونفقدهم حتى يعني فكرة اتخاذ القرار الخاص فيهم أو معالجة مشاكلهم بأنفسهم. نعم أكيد دكتورة، شكرا جزيلا لك بصراحة، يعني كلام بغاية الأهمية وأتمنى من كل من سمعنا اليوم أنه يأخذ فيه. أكيد شكرا جزيلا. أهلا.